هداة مهديين عاشوا في غبراء الناس، لا يعرفهم من وجدهم ولا يسأل عنهم من فقدهم. شيمهم حسن الخلق وصالح العمل وصحة الطوية، أولئك أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. منهم من عرفنا ومنهم من لم نسمع عنهم. صحابة لم تسمع عنهم، مع خالد كامل على راديو الأهرام. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، مستمعي راديو الأهرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج صحابة لم تسمع عنهم. وصحابي هذه الحلقة هو الصحابي الجليل مجزاءة بن ثور السدوسي. وقد تميز هذا الصحابي بشجاعة بالغة في فتوحات العراق وفارس، حتى أنه رضي الله عنه قد استشهد في معركة تستر على يد الهرمزان سنة 20 من الهجرة النبوية الشريفة. ومجزأته هو مجزأة ابن ثور ابن كعب ابن سدوس السدوسي، وقد كان له بعض المواقف في حياته، حيث أنه ولد عام 6 من الهجرة. قد كان له مواقف عديدة في عهد عمر بن الخطاب الخليفة، حيث جعله أحد قادة جيش أبي موسى الأشعري، وأمره بالتوجه إلى الأهواز لتتبع الهرمزان والقضاء عليه وتحرير مدينة تستر الفارسي. وقد جاء في الأمر الذي وجهه الخليفة لأبي موسى الأشعري أن يصحب معه الفارس الباسل مجزاءة بن ثور السدوسي، فصدع أبو موسى بالأمر وجهز جيشه وانطلق إلى مدينة تستر التي انحاز إليها الهرمزان، وهو أحد قادة فارس المعروفين والمشهود لهم، حيث كانت هذه المدينة أكثر مدن فارس جمالا وأبهاها طبيعة وأقواها تحصنا. وقد حاصرها مجزاة بن ثور بجيشه 18 شهرا لا يستطيع اجتيازها، وخاض مع جيوش الفرس خلال تلك المدة 80 معركة. وأظهر مجزاة في هذه الحروب شجاعة نادرة أذهلت العقول، حيث تمكن من قتل 100 فارس من فرسان فارس مبارزة، وأصبح اسمه لمجرد ذكره يثير الرعب في نفوس الفرس ويبعث النخوة والعزة في صدور المسلمين. ومجزاة ابن ثور هذا كان من البواسل الأشداء، حيث رضي الله عنه قد بارز الهرمزان فقصده الهرمزان وقتله بسيفه بضربة قاضية، فارتد سيف مجزاة حين أصاب سيف الهرمزان، فخر البطل الباسل صريعا على أرض المعركة وعينه قريرة بما حقق الله تعالى عن المسلمين على يديه. قد تبارز هو والهرمزان، فضرب الهرمزان ضربة فردها مجزاة، فوقع سيف مجزاة وارتد سيف الهرمزان إلى صدر مجزاة فخر صريعا رضي الله عنه أرضاه. فذهبوا بالبشائر إلى عمر بن الخطاب بفتح تستر وأسر الهرمزان، لكنهم قد زفوا إليه خبر استشهاد مجزاة بن ثور السدوسي، فحزن عمر لمقتله وفرح بشهادته وفرح بفتح تستر. في نهاية هذه الحلقة أشكركم شكرا جزيلا لحسن استماعكم، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كان معكم خالد كامل.